ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفتي لهذه الحلقة المدام وفاء الصبح. بداية يسعد مساكي. يسعد مساكي حبيبتي، حياك. في البداية، وحضرتك صاحبة صالون لورا وتحديدا في عمان، تعرفيني وتعرفي السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. الله يسعدك يا رب. كلك سعد. معك وفاء صوالح، خبيرة التجميل. بلشت الحمد لله، فتحت صالوني بعد ما نزلت من السعودية. كنت إلي يمكن 13 سنة بالسعودية، فقررت أنزل على الأردن وأفتتح صالون إلي خاص فيه، بيوتي سنتر كامل. الحمد لله نزلت وتوفقت في هذا الموضوع وافتتحت صالوني الحمد لله بشفا بدران، وما شاء الله يعني جاء قبول من الزبائن كثير كويس الحمد لله رب العالمين. وكل ما بيجي عندنا حدا بنبسط، بيطلع عندنا زبون بجيب معه يا أخته يا مرت أخوه يا إشي زي هيك، فكلهم الحمد لله بنبسطوا كثير من الشغل والأمور طيبة الحمد لله. نعم. كل التوفيق. تعرفين أكثر بس عن بداياتك، كيف جاتك فكرة تفتحي صالون تدخلي مجال التجميل؟ والله الحمد لله، يعني أنا هيك بقلب بالجوال وهيك بتطلع، فشفت المجمع وشفت المكان المجمع مناسب فأجيت على المجمع. لا احكينا انت كيف دخلتي للمجال، يعني انت كيف بلشتي بهذا المجال؟ والله رديت اخذت عشان بدي اثبت اني بدي اخذ شهاده المزاوله عشان ابلش اني افتح صالون. فالحمد لله رحت على اكاديميه وقدمت فيها واخذت دوره فيها، فهيك جاب بالي افتح الصالون مع ضمن الدوره اللي انا ما اخذها، والحمد لله توفقت اني اخذته بالمجمع هون الحمد لله. تعرفينا اكثر عن صالون لورا، شو الخدمات التجميليه المقدمه عندكم؟ والله الحمد لله عندنا قسم للاظافر خاص بالاظافر، قسم للتنظيف البشره والعنايه بالبشره، قسم بالعنايه بالشعر، وقسم للعرايس وتجهيز العرايس والخط المخطوبين جديد. يعني برضو بتيجي عندنا عرايس جديده بتحب انها تعمل تشيك، تنظيف بشرة، أظافر، كله شامل. نعم. تحكي لنا بس أكثر عن باكيجات العروض تعملوها للعرايس خصوصاً. والله عندنا باكيجات كتير، يعني بنعمل للعرايس مثلاً بيجينا عدة مرات بنعمل لهم باكيجات معينة، كل إشي له إشي، يعني بتختار العروس مثلاً شو اللي بتحبه مثلاً، إيش اللي بيعجبها، فمن ضمنه يعني. بس توفى برأيك شو صرت بميزك ونجاحك عن غيرك بهذا المجال؟ والله الحمد لله التعامل الحلو مع الزباين، الزبونة بتحب تيجي تتعامل معنا تشوف اسلوب حلو، تعامل حلو، مكان نظيف، يعني بيعجبهم هيك اللي يكون الشغل نظيف، التعامل معهم حلو. بس تعرفينا اكثر بس عن الطاقم اللي بتتميزوا فيه من خبراتهم وكفاءاتهم؟ والله الحمد لله الطاقم اللي عندي الحمد لله كله متميز، عندي طاقم حلو من المشرف الخاص تبعهم بنتي أخذت دورة عند روسيات للأظافر. طبعا صفحتنا بتتضمن شغلها كله، كل شغلنا اللي على الصفحة بتضمن شغلنا اللي بالصالون بالبيوتي سنتر، يعني أي إشي موجود عندنا بننزله على الصفحة، يعني كله شغلنا، يعني ما بنزل مثلا فيديو من برا أنزله، لا كله الحمد لله. حتى البروتين عندي 3 أنواع بروتين يعني خاصة فيي أنا بستعملها للزبون، اللي بتحبه بنزل لها اياه، هي الزبون بتختار اللي بيعجبها بنعمل لها اياه. في بالكافيار، في برازيلي، في علاجي عندي بروتين، في عندنا صبغات خاصه. طبعا احنا بنحب نستعمل الصبغات الالمانيه الايطاليه كلها، يعني نوعيات منيحه اللي عندي. طبعا الحمد لله بتيجي الزبونه بنصبغ لها شعرها، بيطلع ما شاء الله بيعجبها كثير، ألوان مموجة، يعني اللي بشوفه بقول طبيعي، يعني مش إنه ألوان عادية. الحمد لله رب العالمين. كل التوفيق. بس من أصل شو رؤيتك المستقبلية للصالون؟ أنت شو حابة تعملي قدام؟ والله إن شاء الله حابة أعمل أطور شغلي أكثر من هيك، يكون خاص للعرايس، يعني شغلات كثيرة حابة أعملها إن شاء الله، بس لسه أنا بداية، يعني ها بنحكي يا رب. إن شاء الله خير. نعم إن شاء الله. نحكي أكثر عن أهم المشاكل والمعوقات والتحديات اللي واجهتك بهذا المجال. والله الحمد لله مريت في شوي مع زباين تعرضت، يعني كان مثلا ما يعجبهم مش الشغل، مثلا تكون زبونة إحنا عشان كبداية مثلا مش فاهمين إيش بدها بالضبط، فصرنا الحمد لله مع الوقت الزبونة نعرف شو بدها بالضبط،
ايش اللي بدها اياه، نوصل للنقطه اللي هي بدها اياها الزبونه. يعني كنا اول شيء ما يعني في زباين مثلا تحكي لك انا بدي كذا بدي كذا، فلا هلا صرنا نعرف الزبونه بالضبط شو اللي بدها اياه بالضبط، لازم النقطه هاي اوصل لها. وطبعا الحمد لله الكل بتصل بسال عني انا التعامل معي انا الحمد لله. ايام لما كنت في الاكاديميه كنت انا ما اتعامل مع الزباين، فيحكوا لي انت وين كنتي، احكي لهم انا والله كنت مشغول شوي عندي دورات، والحمد لله برضو اشتركنا مع النقابه برضو صار الاسم بالنقابه الحمد لله، مقابلات كنا نروح على النقابه نتعامل معاهم ايفنتات نروح اعطولي بعتولي اروح والحمد لله. وكنا يعني ان شاء الله لقدام شو بدنا نروح على دوره بتركيا كمان والحمد لله. نعم كل التوفيق. ننتقل الى الجانب الوطني، لو قدر لك والتقيتي بصاحب الجلاله ماذا ستنتقلي له؟ كل الاحترام والتقدير طبعا سيدنا، يعني كن له كل الاحترام والتقدير والامان اللي بالبلد والحمد لله رب العالمين الامور تمام. نعم بس ستوفى اكيد في عترك بصمه بحياتك وشجعك واعطاك الدافع لتوصل الى هاي المرحله، فدايما تحب توجه رساله شكر على برنامجنا. بقدم شكر وتقدير لزوجي لأنه الداعم الوحيد إلي دائما وهو اللي وصلني لهالمكانة هاي. نعم بس كيف ممكن أسأل مشاهدين التواصل مع صالون دورة، تحكينا موقعكم بالتفصيل وطرق التواصل معكم. تمام إحنا بشفا بدران فوق سامح مول طابق الرابع. وبنهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين نود أن نشكر السيدة وفاء السويدة حسن ضيفتها لنا، على أمل أن نلقاكم بحلقة جديدة. شكرا لكم على شاشتنا.